اهلا وسهلا البنات الخواتات الميمات، كديرين لاباس عليكم؟ تتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده يا ربي، ويلقاكم الفيديو ديالي ان شاء الله سانك سانك. مهم عندي واحد جديد بيا، قلت علاش لا ما نخليش لكم فكره او لا نخلي لكم هكا تجربتي في القناه ان شاء الله، اللي كانت يعني اللي بغات تستافد او اللي بغات عندها شي فكره ولا شي حاجه مرحبا، يعني نعطيها انا الفكره ديالي وتكمل هي اشنو بغات دير. قفيطين جليبيه لبنيتها ليها شي كنديره شي حاجه بحال هكا علاش لا. مهم انا راه مازال ما بديتش، انتما راه تتبان لكم جلابه غير مفصله، انتما اليدين انتما يلاه مفصلين، باقي ما درت فيها حتى شي حاجه. قلت علاش ما نخليش لكم هكا بدايه تاع الجلابه، اللي بغاتني نشارك معها الجلابه ديالي من البدايه ديالها من تكفيفها حتى نكملها ان شاء الله. علاش لا نخلي لكم فيديو كيفاش تكفي جلابه، كيفاش تكفي اليدين، كيفاش تلصقي الكتاف، كيفاش تلصقي القاب، كيفاش ديري الدريسات ديال الجلابه. علاش لا اذا كنتم مهتمين بالموضوع هكا تاع الرانده، او اللي ما عمرها ما خدمت الرانده وبغاتني نخلي ليها فيديوهات هكا علاش لا مرحبا. اللي بغات فكره هكا على الطريقه ديال البريم نخليها ليها ماشي مشكل مرحبا. صابره على تنخدموا بها في الراندة على ثلاثه، اولا لا كانت يبغى تخدمي على جوج على جوج تجي زوينه. هذا النوع ديال الخيط كنديروه على حساب التنبات، شكون بغيت ندير فيها واحد ان شاء الله هنا واحد زوقه ديال التنبات، بغيت نديرها ان شاء الله في اليدين وفي القب. انا يلا خديت واحد اللون الثاني ما لقيتوش، لان لقيت غير داك اللي هكا تيتقشر، النوع المزيان ما لقيتوش. انا تنديرهم هنا باش ما هكا باش واخا طيح لي كلها هكا ما تيتخواش، لان دايره ليها هكا جمع هاد القش، كل مره اللي تطيح لك الخدمه كاين المره اللي هذا تتخواش، تندير لهم كلهم الالوان تندير لهم بحال هكا. والمهم اللي ما بغيت نخدم جديد بيتي ان شاء الله، بغيت غير ندير شي حاجه خفيفه هنا من القدام، يعني ما غاديش ندير داك الشيء هكا مضخم، بغيت ندير غير شويه يعني نطلعها غير بشي حاجه خفيفه، وندير ليها شويه تاع النبات من القدام اليدين من القب. هذا راه القب، هانتوما اللي تيخدموا الراندر غيعرفوه، هو القب. وقلت علاش لا ما نخليش لكم فكره، اللي بغات هكا تخدم شي حاجه لبنتها اللي عمرها كما خدمت الراند تخدم تعلم غير في حويجات ديال لاك ديال الصغار، تطلعوا دغيا تطلعوا وتيجيو زويونين الشكل ديالهم، وتا انك اذا تعشقي تخدمي شي حاجه معاهم صغيورين غير تتساليهم، وتتكون عندك ديك الرغبه انك تخدمي مازال بياس اخرى، ماشي بحال هادشي اللي كبير هكا اللي يلاه مبتدئ اولا تتعطل فيهم، ثانيا بياسه كبيره، ثالثا الا ما عندكش الوقت اولا ما كديش تتريحي بزاف تتعطل عندك البياسه ما تتبقيش تقدي تكملي، لان علاش تعطل عندك تطلع لك في الراس. انا تتوقع ليا انا تعطلت عندي البياسه سيمانه ما تنبقاش نقد نخدمها، ما عرفتش واش طلع ليا في الراس، ما عرفتش واش كاع الناس هكا، ما عرفتش ما تنبقاش مازال نحمل ديك البياسه نهزها كاع، ما تنبقاش ندوز للجهه نهائيا نهائيا. شاركت معكم الحرير الخيط ديال العقيق، هذا راه كنديجا شاط ليا من واحد القفطان العقيق قلت لكم، وهذا باقي غنجيب اللون الثاني ان شاء الله. هذا واحد واحد طبيب تاع الكريب تاع ماما، ما عرفتش الصراحه واش ندفعوا للمعلم ولا ندير لا فيه شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش. هذا بلومارين غير ما عطياش يعني ما شدش الكاميرا ما عطيهش اللون ديالو، راه تيبان بحال الكحل ولكن هو راه بلومارين، ومازال ما عرفتش. قلت زعما ندفعوا ليها المعلم باش يلا يجي ان شاء الله في العيد ديال رمضان، وما عرفتش والله ما عرفت، مازال ما قررتش. المهم انا ديالي قررت فيها ديالي هي هذيك، كنت ندير شي حاجه خفيفه وندير ليها التنبات وصافي شي اللي كاين. قلت علاش لا ما نخليش لكم هكا يعني نخلي لكم فكره او تجربتي، اللي بغات شي حاجه مرحبا، اللي بغاتني نشارك معها الجلابه من البدايه ديالها هكا من التنبات اللي تنبغيو هكا نبتو نبلو الجلابه باش ما تجيناش الخدمه، باش تجينا الخدمه بحال هكا تجينا الخدمه نقيه. هاد الطريقه تنديروها في اليدين في القب وفي العنق، تنديروها هاد الطريقه تجي زوينه وما تتبانش الخدمه، ما تيبانكش كاع داك الشورجي اللي كاين تما ما تيبانش هكا. الا بغيتوا البنات وكنتو مهتمين بالموضوع
تخليوها لي في التعليق ان شاء الله. قبل ما نبدا النبات ديالي بحال هكا نشارك معكم ان شاء الله شحال من سنتيم تنبت تنبلوها بحيه بحال هكا في القاف، في اليدين، في الجناب، هكا في الجلين من التحت، كيفاش نجمعوا الجلابه من التحت ملي صافي نطرقوها وكل شيء، ونبغيو ناخذوا العبار اللي بغينا باش نديروا التكفيفه ديال التحت. هي كيفاش هكا كيفاش نبلوها باش ما تجيناش جهه هابطه وجهه طالعه. الا كنتوا هكا مهتمين بالموضوع خليوها لي في التعليق ونشارك معكم ان شاء الله بالتفسير المميل ان شاء الله. نعطيكم يعني التجربه ديالي، علاش لا، حتى انا ما كنتش تنعرف صراحه الرندا ولا كنت نخدم الرندا، ولكن الانسان باش تيبغي شي حاجه راه تيوصل ليها. انا راه خدمت الرندا ملي كنت تنقرا في الخامس، خدمت الرندا هذاك الشيء علاش عندي الرندا من زمان. مهم اللي بغات شي حاجه اوك افكار او لا نصائح او لا بتسولني غير على شي حاجه ديما تنقول لكم مرحبا. ايوا هذا هو الفيديو تاع اليوم، تنتمنى اني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وان شاء الله خليوا لي تعاليقكم باش ان شاء الله نجاوبكم. واذا كنتم مهتمين نشارك معكم يعني نبدا معكم الفيديو من الاول هكا. ايوا هذا هو الفيديو ديالي، تنتمنى اني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ونمشي دابا نجمع داري ان شاء الله واحد الجمعه باش نجلس نبل هكا جلابتي دوز ليها بحال هكا كامله، الجناب، القوب، اليدين، هكا جنيبات من هنا، الكتاف، العنق، يعني كلها غادي تنبل كلها كلها كلها. انتما قدام من هنا شي كامله درالها كامل غادي تنبل من هنا من الفوق ديال العنق، من الفوق، من هنايا هكا، من هنا، من الكتاف، من الكتاف هنا كلها غادي تنبل بنفس الخيط ديالها هكا نفس اللون. ندوز عليها كامله هذيك الساعه ان شاء الله نشارك معكم الابره النمره 5 باش تنخدم ونبدا معكم ان شاء الله. بغيتي تبداي الجلابه كنتي غديري نص طوق، تنبداوها من هنا تعبري تعبري من هنا من العنق لتحت تعبري 35، وكاينه السيزات تكون شعره تكون تبارك الله ما شاء الله وافيه دير 40 باش تبداي باش ديري نص طوق. كنتي بديها مسرحه تبطيها حتى لتحت، تنبداو من التحت هكا من هنا، تنبداو من هنا من هاد البلاصه هادي. طبيعه الحال ملي تنكفوا الجلابه بحال هكا من هاد الجهه وتنكفوا من هاد الجهه وتنبداوها. كنتي بديري شي حاجه خفيفه بحال كورميت بحال شي حاجه ديال ربعه الغرزات بحال هكا ولا شي حاجه، تنبداو من هنا. كنتي باغا ديري نص طوق تتبداي تعبري 35 وتتعلمي وتتبداي شي اللي كاين. نتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى انني نكون فسرت لكم الشرح تاعي يكون وافي كافي ووافي. واللي ما فهمتش عندها شي حاجه تخليها لي في التعليق وانا غنجاوبها. يلا السلام عليكم بلا ما نطول الفيديو.